انا كتير بحاجة للميك اب بهالوقت، حتى اغير المود تبعي. مرحبا، معكم ريبيكا. الفيديو اليوم هو تشات Get Ready With Me، يلي هو فيديو انا بقعد فرد قاعدة وبصوره بلا ما اعمل editing للفيديو، بلا ما صلح الاغلاط، بلا ما شيل من الفيديو، كون عم سيركم بنفس الوقت اللي انا عم بعمل الميك اب تبعي. سو اذا بهمكم تشوفوا الموضوع اللي بدي احكيكم عنه اليوم، يلي هو كيف الميك اب او كيف القصص اللي نحن بنحبها بتساعدنا حتى نحن نكون mentally احسن. اكيد خليكم عم تحضروا هيدا الفيديو، بس ما تنسوا اكيد انتو عم تحضروا. اذا حبيتوا اللي عم تشوفوا نكون اكيد تعملوا لايك للفيديو، بتتركوا لي تعليقاتكم بخانة التعليقات تحت، وتشاركوا هيدا الفيديو مع رفقاتكم وتبعتون اللينك، واكيد نكون تعملوا سبسكرايب للشانل تبعي وتضووا جرس هون حط كلمة سبسكرايب تا دايما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مرة انا بطلع فيديو جديد. واكيد تروحوا تعملوا فولو على انستغرام وعلى تويتر، بس بالاخص على انستغرام لانه كتير اكتيف هونيك. اذا كان عندكم حيلا سؤال بتلاقوني دايما موجود على الدي ام، حتى اجاوبكم قد ما في جرب ساعدكم. وهلا خلوني بلش اعمل ميك اب تبعي. هيدا الفيديو ما بحضر شو بدي احكي، يعني في فكره بدي احكيها براسي بس ما بحضر الحديث بدي احكي عنه، وبخلي انا عم بعمل ميك اب اللي هو اكثر شيء بيريحني بالدنيا حبل افكاري يكرش. سو انا بعشرين الشهر حطيت لكم انا بوكس صغير تحطوا لي افكار كرمال اعمل يوتيوب فيديو. سو كان في كتير ريكوست لماك بانكس، انا ما بعمل ماك بانكس، بحس حالي غريبه اذا بدي اعملهم، بس انا كتير بحب احضر دولتشي ريتا وقت تعملهم. سو اف ام غانا دو ايفر اي ماك بانك رح بيكون مع دولتشي ريتا. سو انا بحب انه عن جد شو اكثر شيء بدهم. ثاني فكره كان بدهم اياها سربرايزلي، كانت فكره حكيتها انا وذ انذر بلوجر انه هي بتبلش سون على يوتيوب وبدها تعمل هيدي الفكره. هلا في شوي فرق بين الفكره تبعها وفكره تبعي، بس ذا سيم كونسبت. بعثت لها سكرين شوت، قلت لها انه في كثير ريكوست، وعن جد غريبه لانه من يومين كنا حكينا انا وياها بالموضوع، كانت عم تستفسر على قصص عن يوتيوب. فمع انه it was requested كثير، قررت انه ما اعملها لانه يوتيوب is not a competition، هيدا البلاتفورم is not a competition. سو اذا هي حابه تبلش وحابه تعمل هيدي من اول ايدياز، ما بدي اكون انا عم بسبقها كانه انا خيفانه من competition. فقررت انه ما اعملها للفكره. بس ثالث ايديا اكثر شيء كانت مطلوبه هي Get Ready With Me، and في one specific follower يلي هي اسمها جنى عطلة، وقتها كانت عم تكتب شو بدها: How makeup or getting ready can boost our mood and help keeping a healthy mindset. So هيدا الموضوع يلي حكون عم بحكي عنه. انا من شي جمعه شفت أميلي نويل عامله أكثر من جمعة يمكن شايفتها عاملة فيديو هي عم تفسر إنه كيف الميك اب داز جيف هير ساتش ريليف، وأنا الميك اب داز جيف مي ساتش ريليف. وأنا كتير بحكي لازم بلش بالميك اب. رح بلش أول شيء إنه أحط برايمر. ما رح أحكي شو هن البرودكتس اللي عم بستعملهم، بس رح بتشوفون بخانة المعلومات تحت بالتسلسل اللي أنا استعملته، رح أحط لكم إياهم على سكرين أنا عم بستعملهم بهيدي الطريقة. أوكي سو وقت شفت الفيديو تبع أميلي نويل أنا كتير يعني بفكر بنفس الطريقة ريجاردينج ميك اب، وهيدا الشيء أنا كتير كتير بيريحني وقت اقعد اعمله. سو انا بالنسبه لي الميك اب بيريحني، يمكن بالنسبه لغيري السبور بيريحه، ان شاء الله يصير انا شي نهار السبور بيريحني، يمكن انكم تتمشوا بالطبيعه وتاخذوا صور للطبيعه، يمكن انكم تفوتوا على المطبخ وتطبخوا، يمكن انكم ترسموا، وات ايفر اكتيفيتي انتم بتعملوها. هيدي الاكتيفيتي سام تايمز فيها تكون هي شبكه النجاه من القصص المنتلي اللي احنا بنعيشهم. سو نحن عقلنا هو a very 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 powerful weapon بأي معنى، يعني هيدا العقل هو يلي فيه حطنا بهيدي situation بهيدي الأزمة، هو يلي فيه طلعنا منه. سو إذا نحن بنقدر نتحكم براسنا كيف كتير نحن نقدر نساعد حالنا. أكيد أنا ماني اختصاصية، حكي كله هو based على الاكسبيرينس تبعي أنا شو تعلمت مع الميك اب. وأنا هيدا الشيء اكتشفته وقت عملت 25 days of Christmas يلي حطوا لكم يون هون وبخانة المعلومات تحت، يلي هني 25 days أنا كنت عم بعمل 25 videos لكريسمس. قبلهم كنت أقعد و I'm stressed أنه بدي صور. على فكرة I have two eyeshadow primers, one of them is new and one of them اليوم رح بتكون آخر مرة عم بستعمله. So اليوم 23 شهر بنهار اللي أنا عم صور هيدا الفيديو. So I wanna use one of them on each eye لأنه هيدا ما بيكفي على العينتين. Okay so وهيدا بعرف كيف يشتغل. So أنا ب 25 days of Christmas يعني
ما بقى فيه ما بقى عم يطلع. Anyway, this is an empty. هيدا من البروجكت بلان، رحت لكم بروجكت بلان هون وبخانة المعلومات تحت. So أنا ب 25 days of Christmas اكتشفت إنه قبل كنت أنا أصور لأنه I'm stressed out و filming for 25 days of Christmas جبرت حالي إنه أقعد وصور for 25 days of Christmas. حسيت حالي أنا بمطرح، صرت إنه وقت عم صور عم برتاح، وقت عم صور I'm lifted عن الوضع اللي أنا فيه. اوكي اكيد كل شخص في عنده شيء هو بيحبه وهو بيخليه يكون مرتاح مع حاله اكثر ويحسسه كانه هو الحياه هانت شوي عليه مع انه اكشلي المشاكل تبعه ما انحلت. اوكي سو انا بيرسونلي وقتها اقعد اصور او وقتها اقعد واعمل ميك اب تبعي اي تيك ات از مي تايم. اوكي ومي تايم معناتها اتس مي تايم literally مثل ما عم قولها it's me time it's my time to be taking a break من كل شيء بالحياة حتى أنا ارتاح وأخذ نفس. وأنا عن جد قبل ما أحضر الفيديو تبع أميلي نوال عن جد يعني my best friend منال كنت عم بحكيها إنه هي بتعمل ميك اب تبعها لأنه مجبورة تجي على الشغل مع ميك اب، نحن بنشتغل سوا، بحسها كأنه عم تعمل ستريس لحالها إنه هي عم تعمل ميك اب. قلت لها why don't you take that، كأنه وقت لحالك مش ضلك راكت براكت، انه خدي ما الميك اب تبعي بياخذ 10 دقائق اذا كان راكت براكت، بياخذ معك 10 دقائق اذا كنت عم تعملي لانك انت حابه تعملي. سو انا اي تو تيك انه انا بعرف اعمل ميك اب كثير منيح، انا وانا دو ماي ميك اب كثير منيح، بس انا باخذ هيدي الفرصه انه انا ام غانا دو ماي ميك اب لانه اتس مي تايم. نفس الشيء وقت افوت اتحمم، انا بتحمم اخر الليل وجه الضو، لانه وجه الضو ما بيكون حدا مستعجل بده يفوت يتحمم وراي، لانه انا بحب انه اخذ وقتي بالحمام لانه again it's me time. سو رح كون عم بستعمل هلا هيدي الباليت الجديده من جوسي بيوتي اللي اسمها سموكي روزز 523، عملت ضفيره بلو لانه وصلت لل 524، حطيت لكم امبارح تصويت يعني ب 22 شهر، حطيت لكم عشيه تصويت اي وحده بتستعمل 22 23 او 24. قبل ما نام كان تصويت نار على 24 صار عملت ضفيره ازرق، وعيت الصبح لقيت التصويت نار على ال 23. سو لاست تايم اي تشيكت ام غانا تشيك ات ناو حتى. Okay, so هول الفيديوز in case شايفينهم all over the place هيدا لأنه الفيديو مش بنعمل له editing. So again ماني مزبطة أفكاري، ماني مزبطة شيء حتى أعمل هول الفيديوز، just I'm doing these videos. So by the time I'm checking في عنا 124 بدون الفايل. لحظة okay. Okay, can you see it now? Okay. في عنا شايفين قدي أشخاص صوتوا على Smokey Roses 523؟ هيدي هي اللي حكون عم نستعملها نحن اليوم. So لح بلش I'm gonna do an orangey look, something that I love. Okay أنا ما كتير بتشوفوني بحط orangey looks بس I like to do that. So عم بلش I'm gonna start with this color بعدين لح غمقون بهيدولي. Maybe I'll add this one وأكيد بدي استعمل the shimmer ones هيدا for sure. Okay so وقتها نحن نكون مخفوقين والحياة علينا صعبة وكل شيء، ما في حدا بالحياة حياته منا صعبة. يمكن أنا الليفل تبعي هلا الفترة أنا قاطعة بفترة أصعب، يمكن أنا غيري قاطع بفترة أصعب مني وأنا هلا عندي رواق، بس نحنا كلنا منعيش حياة منا هينة. So وكلنا especially إذا عندكم anxiety مثل ما أنا عندي it's gonna take you a lot of time لتوصل لمطرح تعرفوا أنتوا كيف وقتها يكون عندكم anxiety attack كيف أنتكم تخلوا هيدا الشيء يتحول انه your mind انه يفصل عن انكم تفكروا بهيدا الشيء. سو اذا انتم عندكم anxiety رح احكي لكم اياها انا من وجهه نظري. I'm taking the darkest shade يعني عم غمق شوي شوي الكريس. سو اذا انا I'm having an attack اوكي وصرت انه حس اللي حواليا اللي هن ابتداء من اهلي لكل العالم اللي حواليا مش طايقيني و I did something wrong لانه كلنا بنغلط بالحياه. My mind will go through every single thing that I did wrong بحياتي إن كان مع أهلي، لأن هلا عم نحكي مثلا افترضنا عن أهلي، ما بدي فوت بعلاقة الحب لأنه كل واحد علاقته بالحب شي تاني، بس رح يكون مع أهلي. عقلي رح يصير يفكر بكل شي أنا غلط عملته مع أهلي أو كل شي غلط بحقهم، وهن منهم أغلط لأنه نحنا humans ونحنا صغار وفي قصص ما كنا نفهمون، بس عقلي رح يخليني أفكر بكل هالأغلاط وفكر أن أنا أهلي مش طايقيني وما بدون ياني لأنه عصب علي لأنه عملت هيدا الغلطة. وهيدا بطبع الإنسان أنه وقت يصير في غلط أكيد نحن نعصب، هيدا شي كتير طبيعي. رح ياخد لون الأغمق من هيدا الباليت بعد عم غمق الكريس. أوكي So, إذا عصب مني أنا عن جد عقلي رح يصير يبرم ويبرم 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 إنه
ايه اكيد هلا عم يفكروا وقتها انا من شي 5 سنين عملت هيدي الشغله وتضايقوا مني وبعدهم مش مسامحيني وبعدهم ما بيوثقوا فيي وبعدهم هيك وبعدهم هيك when actually اهلي طردنا عصبوا مني just because I did that. So انا عودت اللي حوالي واللي قراب مني انه انا قلت لهم يا هيدي الشغله حتى صارت مطبوعه طبع براسهم انه انا وقت اكون I'm not feeling good واسالكم هذا السؤال it's because بدي اسمع هيدا الجواب. وتعلمت انه انا وقت يكون عندي شيء مخربط بحياتي شيء مش ظابط شيء I cannot control انه مش اقعد وخلي راسي يعيد ويعيد مثل ما انا بعمل انه كنت اتذكر كل غلطة انا عملتها مع اهلي وفكر انه انا اهلي مش طايقيني وما بدهم ياني بفضلوا لو انا ما كنت بنتهم بفضلوا اكس لو كانت بنتهم. سو عودت حالي انه انا بسيتويشنز كثير في قصص انا ما رح اقدر اغيرها في قصص انا ما بقدر اتحكم فيها بس انا بعرف حالي انه انا سوري يعني هيدا الشغله وهيدي يمكن بالنسبه لكثير عالم عم يحضروا شيء هبل بس يلي مثلي وعنده sort of an escape يلي انا بعتبر يوتيوب وانستغرام are my escape وما بقبل حدا ياخذ هيدا الاسكيب مني على فكره. سو وقت حدا يجي تحت يزعجني بهيدا الاسكيب I'm blocking people وما عم بندم ابدا انه I'm blocking people لانه this is my escape and nobody's taking that escape مني. اوكي okay, سو so انا ما تعتبروها هبل بس انا وقت اكون مش طايقه شيء بفتح palettes وبقعد بعمل swatches I will compare swatches. I will do everything again. مشاكلي ما انحلت. مشاكلي بعدها موجودة. بقعد بعمل ميك اب. بقرر انه اقعد صور فيديو. ما في خبركم كم فيديو انا قعدت صوره كنت بأسوأ مطرح انا بيني وبين حالي. اول دقيقة من الفيديو suddenly I'm lifted من انا الواقع اللي انا عايشته انا وانتقلت على واقع تاني. مش على واقع تاني. على عالم تاني. عالم كتير ريحني. So انا اخذ معي تصوير الفيديو ساعة. اوكي هالساعة انا ما فكرت بولا اي مشكلة انا عندي اياها تغيروا المشاكل عندي نحلوا المشاكل تبعي اكيد ما نحلوا المشاكل تبعي يمكن اوقات بزيدوا لانه sometimes وقت انتو تتركوا الامور تترو اوقات الامور ما بترو اوقات الامور تتعوص I'm taking the brown sheet I'm جارب انه not to get emotional about this again انا مني اختصاصية You should talk to somebody that's a specialist بهيدا الموضوع حتى يساعدكم تأنتوا تلاقوا حل لكم It took me a lot of years تأوصل لمرحلة أنا أعرف أنه this is my escape قبل أنا وقت كنت أعمل ضفيري I was doing يعني إذا بتشوفوا الديزاينز اللي كنت أعملون قبل They were very hard designs ضلني أتحدى حالي لأنه أنا هيدا الديزاين مثلا لهي بياخد معي ربع ساعة حتى أعمله So just معي ربع ساعة حتى أهرب من واقعي فكنت أعمل ديزاين ياخد معي ساعة ونص وثلاث ساعات ليش؟ لأنه كان بدي ثلاث ساعات an escape from this life So you should find your escape escape هو مش معناتها أنكم تهربوا بس لا هو escape حتى يعطيكم peace at least شوية وقت until you can figure out أفضل طريقة for you to handle your problems. So أنا الفيديو مفروض يكون أقل من نص ساعة. Most probably رح يكون أكتر من نص ساعة. وإذا كان أكتر من نص ساعة الفيديو بتقطش الكاميرا عندي على الأد وقت يصير لنص ساعة متصوير. So I have to start filming again. وهيدا هو الأديتينج الوحيد يلي رح بيصير على هيدا الفيديو غير أنه حط لكم الانترو أول شيء. Okay بس غير هيك أنا I don't do anything. So I'm loving this palette صراحة. Okay. Okay. It is intense بالنسبة لكتير عالم بس أنا for me I absolutely love كيف عم يطلع معي اللوك. Anyway. ما بعرف انتو شو معقول يكون يريحكم. يمكن الشيء اللي بيريحكم هلأ هو الميك اب بس you cannot afford to get new makeup. بس you have a makeup collection. Okay. أنا رح أحكيكم عن الميك اب لأنه هيدا أكتر موضوع. أنا personally بيريحني سو أنا في أحكي عنه قد ما بدي. So يمكن انتو cooking بيريحكم. So تيك انا اللي عم بحكيك كانه هو كوكينج اوكي يمكن ليتس تيك ات انه كانه الكوكينج هو يلي شيء اكثر شيء بيريحكم هلا في غلط كثير اسعار اوكي سو ما عم تقدر تشتروا الانجريدينتس حتى تعملوا الكوكينج اللي انتم بتحبوه داز ذات مين انه انتم لازم توقفوا تعملوا كوكينج اكيد لا اكيد عندكم طحين اكيد عندكم سكر اكيد عندكم قصص بعدها سامها وما انها كثير غاليه سو اف يو كان تيك ذيس انجريدينتس وتجربوا انكم تعملوا وتخترعوا هالقصص عن جد يمكن تفوتوا على المطبخ بنفسية سوبر تعبانة بس تطلعوا من هيدا المطبخ بنفسية سوبر مرتاحة سو
again ما بتنحل مشاكلكم بس at least انتو عم تعملوا الكوكينج تبعكم يعني انتو اكتر شي بتحبوه ما بتفكروا بالمشاكل اللي عندكم ياهم. سو انا ما بعرف شو طار بس anyway طارت هيدي لحظة هيدي وصخت التيابة بس anyway حابة استعمل هيدا الشي دي كتير من هيدا البالت ما بعرف زنبين عليكم اوكي كتير حلو هيدا الشيت anyway اوكي سو كتير مهم كمان وقت انتو بدكن تعملوا ميك اب تبعكن يكون في عندكن فاكتور كتير مهم انكن تكونوا بتحبوا حالكم تطلعوا بالمراية بتلاقوا شي حلو مش بتلاقوا كل شي عندكن ياه هو الشي اللي لازم له تغيير حتى تحسوا حالكن كأنه whatever you're doing regarding your makeup انتو ابشع شي ممكن انتو منكن ابشع شي ممكن انتو احلى شي ممكن انتو وقت الله خلقكن الله خلقكن انتو ميزكن انتو يعني انا ما في حدا مثلي وكل حدا منا ما في حدا مثله سو اللي انا عندي اياه في كتير عالم تتمنى يكون عندها اياه ويمكن انا اطلع فيه وقول منخاري ليكو شو كبير في عالم يمكن تطلع بمنخاري ما بظن في حدا بس انه يمكن حدا يطلع بهيدا المنخار الكبير ويقولوا لي يا لمنخارة يمكن هي عندها عظمة انا ما عندي هيدا العظمة يمكن اذا عندك هيدا العظمة بمنخارك هيدا الشيء اللي بيميزك انا ما عندي اياه وهيدا اللي بخليك تكوني انت يونيك سو كتير مهم كمان انه انتو وعم تعمل الميك اب تبعكم again I'm talking about makeup لانه هيدا الشيء اللي انا بريحني انكم تحبوا اللي عم تشوفوه الميك اب هو تحت نبرز نحن الملامح تبعنا مش تحت نغير كل الملامح انا sometimes بيجيني تعليق انه هلا ريسنتلي عم حط false lashes بس كان كثير يجيني انه ليش ما بتحطي false lashes طيب انا my lashes are not bad my natural lashes اوكي هلا اكيد اذا بحط فورس لاشز بيطلع ورموشي احلى وبيطلع الميك اب احلى سو بس انه ما عندي هالمشكله الكبيره مثلا كمان بيجيني تعليق اوقات انه ليش ما بتعملي نوز كونتور طيب اوكي انا منخار كبير ما انه صغير بس انه ما انه هالمنخار اللي كثير غلط حضرت دعايه للماستر كلاس تبع بوبي براون عم باخذ ذا سكند شمال من هيدا الباليت اللي هو شوي اغمق سوبر حلوين يعني شفتوا هيدا الشعور انه وقت احط شيء ويطلع سوبر رائع على عيوني عن جد بخليني انتقل لكوكب تاني anyway بوبي براون بالماستر كلاس تبعه داعية اتليست اللي حضرتها لانه I didn't sign in to her master class قالت انه you don't need a face contour you don't need a nose contour انتو حلوين مثل ما انتو انتو بتعقدوا مثل ما انتو so you don't need that انا عامله already skin care routine هلا حاخد المايسلر واتر الجديده تبع غارنيير اللي هي الفيتامين سي 1 I'm loving it it does give a radiance to your skin ما فيها الكحول ما فيها برفيوم اوكي سو عم باخذها على ريوزابل بادز اول شيء بدي اعمله انه كنا وقعنا الدنيا بس انه بدي انظف صبيعي من الشيمرز I like to apply shimmers with my fingers واذا بتحضروا بوبي براون كمان رح بتشوفوا انه she did apply with her fingers على المودلز اوكي وفرجت انه how they can do their makeup ويكونوا natural so قالت you don't need anything كلكم بتعقدوا مثل ما انتو so love yourself the way that you are find a way for you تتعملوا الميكب تبعكم وتحسوا حالكم that you are perfect بلا ما تزيدوا كل هدول الستبس يلي تعلمنا نزيدهم so انا وقت تعلمت الميكب الكونتورين كان ينعمل بس للعروس اوكي ما كنا نعمله for everyday كان هيدا ميكب الفنانات وميكب ال البرايدز بس ما كان للكل now everybody is doing contour هيدا الشيء غلط اكيد هيدا الشيء مش غلط اذا انت بترتاحوا and you feel better if you do a contour do it don't let me انا او حيا لحدا تاني بالكون يقلكن انه don't do a face contour بس اللي بدي لكم اياه that you don't need a face contour اذا مفكرين انه هيدول هن الستاندرد تبع المجتمع نحن بنحدد شو هن الستاندرد تبع المجتمع ونحن يلي بنلغيهم سو so انا اذا عطول عم عود العالم علي عطول كون a perfect image ما اعمل اغلط كل هولي واذا عملت غلطة انا طمحالي انا عم حط هيدول هاي ستاندرد لحالي مش المجتمع حط لي هون انا حطيتهم لحالي وانا اللي حوصل لحالي mentally انه نهاري لانا I'm not living to these standards I'm not good enough بالوقت اللي انا I'm always good and I'm perfect exactly the way that I am okay so now I think لح وقف عيوني من فوق انا صرت عاملة كتير بدي اخذ هيدا القلم من ايف موريل اللي اسمه
electric eye pencil in black كتير رفيع, so هاي يمكن من أعمل tight lining, so أنا هيدا بدي أحطه على خط الدمع الفوقاني. هيدا الفيديو probably مش probably 99.99% رح يطلع أكتر من نص ساعة لأنه هلا almost صرنا 20 minutes and I just did the eye makeup. Okay, for قبل ما اكمل عيوني من تحت اوريدي البرايمر ثبت على وجهي, شفتوني اول شيء حطيته. رح انتقل اخذ فاونديشن جيسي بيوتي اللي هو البيبي سيروم كونسيلر سيروم فاونديشن. الشيء اللي انا عندي هو 2204, انا كثير بحبه لهيدا الفاونديشن. I have oily to combination skin, بس لانه I have a more mature skin بطلع كثير حلو على السكن تبعي, سو بوزعه بتساوي. اوكي, وبدي اخذ البرش تبع روبي روز اللي اسمه انجلد كابوكي برش, وهيدا البرش رح نشيل كل شيء عن وجهنا. بدي بلش اعمل بلندينج لهيدا الفاونديشن على كل وجهي. اوكي, سو سام تايمز يمكن انتو ذا ناتشرال ميك اب هو منو يور ثينج, ميبي ان ارتستيك وان از يور ثينج. Trust me, إذا ما عندكم القدرة المادية إنكم تجيبوا كل شيء artistic هلا ما فيكوا تتخيلوا قدي معقولة تلاقوا على يوتيوب عالم تعلمكم about makeup وعالم تعلمكم about artistic makeup and how to DIY this stuff بلا ما تشتروا the professional ones. أنا I'm not into that, it's not my pride, it's not anything that I can call myself إنه أنا بقدر أعمله. هلا عاملة artistic makeups بحياتي بس إنه I'm not good at it. It's not my thing. I accept it. Okay, but it's your thing and you wanna do it. ما تخلوا حدا يقولكم you cannot do it and you cannot afford it. You can DIY everything. بحاجة له هو كلينكس وغيره non toxic glue, white glue, and that's it. And you can do a lot. Okay. نفس الشيء regarding makeup. Okay, so. If you cannot afford to get the new makeup, or new makeup will be hamaskun. Doing shop your stash, doing a challenge that I'm gonna be trying هيدا البالات على كذا نهار, تحت حس حالي هيك. You look at this palette with some excitement, مش كأنه ما عندي makeup. Okay, وبعرف هيدا الشيء بيزعج, وبعرف أنا personally وقت يكون عندي new makeup it does give me a boost, مع إنه there's a lot in life ما بيعطوني بوست. رح كون هلا عم باخذ هذا الكونسيلر من روبي روز اللي هو الفلوليس كولكشن, الشيء تبعه هو ال2, وعم حطه هون ورح حطه هون, رح اتركه شوي تحت يثبت تحت يعطيني شوية كفرج اقوى. و اوكي ما عم كتر. اوكي, في شغله انا كمان صارت معي ب 25 days of Christmas وهذا الشيء انا بشكركم عليه. كنت أنا قبل أقعد صور الفيديوز تبعي I hated myself, I hated looking at myself when I was editing هدول الفيديوز. So editing video كان جهنم بالنسبة لي لأنه I'm looking at the biggest failure اللي هي أنا filming 25 days of Christmas and having to have 25 videos and having to film them, having to edit them. مش إنه بس أقدر بعمله editing لأنه بدي one video per week, having to do that all the time. خيال لي نظرتي لحالي لأنه I was finally looking at something وما عم لاقي شيء انتقده. هلا أكيد بعمل أغلاط أوقات بقول معقولة, وفي شيء أنا بعمله behind the scenes that you don't see especially بالفيديوز اللي بعملهم editing. كل غلطة بعملها أنا when I'm going to stop recording, يعني بتبدأ الإيدي هون تحت وقف التصوير, I always say one line and the same line over and over again and I'm trying to stop doing that. يلي هو برافو يا مسطولي, أنا ماني مسطولي. We all do mistake, we all have problems, we all have plenty on our plates, we all are going through a lot. بس نعمل غلطة بس شي ما يزبط معنا مثل هيدا الفيديو يلي it's all over the place. هيدا مش غلطة, هيدا أنا I'm letting go لكل شي براسي وعم بحكيكم أنا شو بيريحني. So حكي relevant or not relevant بالنسبة لألكون, for me doing this I'm super relaxed and I'm super happy. صار غلطة, it's totally okay. هلا هاخد روبي روز round kabuki brush. I love this brush for concealer. ما بعرف كمارس قلت لكم هيدا الجملة بس دوبي يلي هي هيدا البرش
مقصوصة راوند، اتس بيرفكت، حتى تفوتوا بالزوايا تبعينكم وبكل شيء ويطلع البلندنج فلولس وبلا ما تدقوا بشيء او تنزعوا كل الميك اب اللي انتم عاملينه. And that's why I love this brush. I cannot stop using it. So انا it's very easy. يعني حتى اعمل بلندنج للكونسيلر again I can be as precise as I want. So I like to do a lot of empowering talks, بس لأنه كمان أنا أول مرة صورت الشات Get Ready With Me صورته without editing صورته without any editing, and that did leave a lot of people wanting أنه على طول أتبدأ أعمل شات Get Ready With Me, أنه for me to not do them without يعني تعملون بلا ما أعمل editing. So that's why I'm recently doing them, مش recently, من وقتها على طول بعملهم للتشات Get Ready With Me and I don't edit anything. أكيد I wish I can edit لأنه sometimes بحكي كلمة غلط, sometimes بطلع برات الموضوع مثل ما most probably هذا الفيديو رح بيكون. عم باخد لورا ميرسيه باودر مع براش تحت أثبت تحت عيوني, سو باخد شوي نافذ لزيادة, وأكيد مضلنا نتأكد من الكونسيلر أبدا مش هيعمل creasing لأنه we don't wanna set a creased concealer. Okay. So, أول مرة بأخذ كمية قليلة, تاني مرة بأخذ شوية أكتر and I buff it وبعمل أكيد نفس الشيء على تاني عين. So taking أوقات يمكن أنا هلأ مثلا ما أني مجوزة ما عندي ولاد, عندي التزامات وعندي كتير مسؤوليات, بس أنه عندي ما عندي ولد مثلا, أنا ما في مثلا أترك ولدي وقت طويل بلا ما أكون معه. I'm not a new mom, I'm not a mom, I don't know شو هن الأمات بعينه, ما بعرف شو هن الأمات بحسه لأنه I'm not a mom. ما في إجا أنا أقعد أحكي كأنه أنا عيشتها وأنا من عيشتها. أوكي, بس أنا I'm sure أنه you can have 1, 5, 10, 20 minutes out of your day حتى أنتوا تكونوا by yourself. عم بياخد هلأ angle brush, عم بياخد هيدا القلم اللي كتير عم حبه من روبي روز اللي اسمه waterproof eyeliner pencil in black, وبدي أعمل like a small eyeliner بهيدا القلم. So عطول برجع بعطي أنا example يلي هي أميلي نويل, لأنه إذا بتعرفوا هيدا المرة شو بتعمل, هيدا المرة بتوع الساعة 4:00 for her to film YouTube, لأنه بالنسبة لها doing her makeup, having her makeup done, having her YouTube channel be always active, هو بالنسبة لها it does keep her sane لأنه she have something for her, only for her. So وقت تشوفوا شخص أنه عم بيخصص من وقته وقت اللي لازم يكون نايم فيه, بس قرر أنه هذا الشخص يوعى ويكون بهيدا الوقت عم بيخصص وقت لحاله, يعني technically كل حدا منا في يخصص at least 5 دقائق بالنهار لحاله. So I want you أنكم حتى إذا ما عندكم وقت تلاقوا بنهاركم 5 دقايق حتى انتو تخصصوا وقت لحالكم. فيكم تقرروا هول ال5 دقايق تاخدوهم انه انتو بتكون تصلوا, بتكون تحكوا الله. وانا على فكرة كمان الصلاة it does lift me من مشاكلي. ما في خبركم كم مرة انا وعم صلي كان عندي مشكلة في شعرات بوين ما كان. I have a cat, I have a Maine Coon cat, شعراته وين ما كان, يعني حتى المطرح اللي ما بيقرب عليا بلاقي شعراته فيهم. anyway ما في خبركم كم مرة أنا كان عندي مشكلة, كم مرة أنا عم صلي الله أعطاني الحل بالصلاة, فرجاني حل لهيدا المشكلة بالصلاة وانحلت هيدا المشكلة لأنه أنا قررت أنه أتكل على الله وما أتكل على نفسي. نحنا الله أعطانا حرية الاختيار, نحنا وقت نعمل غلطة نحنا قررنا نعمل هيدا الغلطة, مش الله جرنا على هيدا الغلطة, بس الله نحنا وقت نتكل عليه من بعد ما نحنا نكون غلطين. الله عنده القدرة أنه يسحبنا من هيدا المشكلة ويطلعنا منها مثل الشعرة من العجينة. So صلاة هي كمان سلاح كتير قوي. بعرف انه في كتير عالم ما بتآمن, بعرف انه في عالم كتير بتآمن, بغض النظر شو هو دينكم الله واحد, عنا الله واحد وعنا احلى شيء ممكن يلي هو فتح لنا ايديه حتى يقلنا تعوا واعطوني مشاكلكم وانا بحللكم اياها. سو انا اذا عندي رب ناطرني حتى انا اعطيه مشاكل حتى هو يحلل اياها حتى انا ارتاح, ليه ما عم بعمل هذا الشيء؟ اكيد لازم اعمل هذا الشيء. فيديو الناس انا ما يصلح يقطش. سو ما بدي اكون عم بلش بفكره وتقطش. سو صار عندي على المونيتور 29 و17 ثانيه. سو كل اللي عم بعمله هذا كتير بحبه, ليكل بلاك ذا شو قوي
ليكو سويدو it's like a gel liner بس أنا ماني مستعملة gel liner مستعملة night pencil وهيدا حطيته عندي in one of the products of the week عندي بالإنستغرام تبعي بتلاقوا one of the highlights هو product of OTW يعني هو product of the week هيدا one of them من آخر products of the week that I love I so love this one وعن جد I cannot stop using it especially as an eyeliner الايلاينر خلص على قد بالوقت يلي قطشت الكاميرا سو هلا رح انتقل انه اخذ باودر حتى ثبت كل وجهي اللي عم استعملها هي جوسي بيوتي بيبي دول شيد نمبر 30 هذه الفوتو فلتر باودر فاونديشن مع هذا البراش من بي اتش كوزماتكس نمبر 1 سو كل اللي بعمله ببلش اول شيء انه طبطب الباودر على كل وجهي اوكي حتى تغطي كل الاريا سو انا ان كيس ما بتعرف انا عم صور في كاميرا في مرايه بعيده عني سو هيدا المرايه كمان اوقات بستعملها for me to look at my makeup from a distance لانه اوقات على المرايه الاغلاط ما بيبينوا sometimes عم بعيد الاغلاط ما بيبينوا من بعد ما وزع الباودر I like to buff it حتى تفوت مش تفوت حتى يكون اللوك تبعها على السكن احلى سو تحت نكمل بالحديث ما بعرف وين صرت And I'm so bad at this, but anyway, I'm gonna move on. ما عندي مشكلة. هرجع اخد البراش, البلاندينج براش, وارجع لنفس الشيدز اللي استعملتهم بس استعملون بالخط الدمع التحتين. رح كون عم بمسك البراش بهيدي الطريقة. اوكي, سو هيك بتشيل البراش انه اقدر استعملها بالخط التحتين تبع عيوني. اوكي, سو ذيس از ان ريل تايم اديشن ميك اب ياخد وقت وهيدا مش ميك اب عم بعمل شي artistic أو شي بدي أعمل cut crease وهيك shimmers can act for your cut crease بطريقة كتير هينة okay I'm trying بنفس الوقت لقي شي تحت أكملكم الحديث لأن صراحة I don't have a clue شو أنا حكي اليوم أنا وعيت كان عندي وجع مش طبيعي بكتافي وضارب على راسي سو هلا أنا بعد شوي ماشي على الشغل هلا رح بتصير الساعة 8:15 أنا على الساعة 8:30 9 إلا بدي أمشي على الشغل So هيدا الميك اب رح شيل كل وجهي وخلي just the eye makeup in order for me to have a YouTube video on هالخميس كان ضروري صور اليوم بالجمعة اللي أنا عندي إياها شغل and I don't like to do that بس I have to do that so أنا أحلى شيء عندي بالدنيا وقت أقعد أعمل ميك اب تبعي اللي هو أكتر شيء بشلي تفكيري عن كل شيء هو إنه أنا كون عم بحضر دوكيومنتري ويوجوالي الدوكيومنتريز ما بيكونوا خاصة أبدا بالميك اب لا من قريب ولا من بعيد بس بعد بحضر دوكيومنتريز ساعة ساعة وشوي قد ما أنا معي وقت وبقعد بعمل ميك اب تبعي بقوم بقوم خلص الميك اب تبعي أول شيء بطلع الميك اب أحلى شيء ممكن أنا أعمله regarding الألوان بدي أعملهم وبلاس بقوم بمود سوبر رائع again هيدا الشيء بيعني إنه مشاكل انحلت no بس هيدا بيعني إنه أنا while I was doing my makeup أنا صار عندي فضي بالي اوكي I did take a break من هيدا الحياة صار فيي at least اطلع بمشاكلي وقول I can make it اوكي so most of the times وقتها انا اقعد من بعد ما يكون صاير معي مشكلة خناقة شي زعجني اقعد اعمل ميك اب تبعي وقوم بقوم انا بنفسي مرتاحة اكتر بقوم انا اذا بدي افكر ارجع بهيدا المشكلة اللي عندي اياها فيي اخد سنتين من حياتي افكر كليرلي بهيدا المشكلة بلا ما كون عم عقدها like I always do so انا معودة من الاشخاص يلي عقلي بلا ما انا كون بدي بيعقد لي كل شي جواتي so انا راسي هو اللي بيعمل المشاكل وانا عم جرب انه خلي راسي هو اللي يحل لي كل المشاكل لانه it's all in my head so انا ما في خبركم كم مره هيك بدي اقول ما صار كثير بايخ مع انه ما صاير معي بس افترضنا انا دعست على اجر خطيبه وقال لي اي وجعتيني ونوجع كثير مني انا ببرم لعنده بقول له بتحبني هيك راسي انا بفكر لانه انا دعست له على راسه لانه هو نوجع مني اكيد ما بقى يحبني الحب هو منه شيء بنخزق مثل الورقة وإذا كان شيء مثل الورقة أول غلطة بيخزقه هيدا بيعني منه حب okay so انتو you are worthy everything صدقوني everything I don't need to have the perfect body حتى أنا الشخص اللي أنا معه يكون يحبني أكيد if I have the perfect body أنا رح أكون مبسطة فيه I will be more confident أنا وعم بمشي بس him loving me it doesn't
has to do anything بجسمي. بس انا in my head كل مرة كنت انصح كيلو يجي يقول لي يا حبيبي ندبها على اكلك والان انت بتحبني. It's like he loves me for me. ريبيكا كيفية من جوا، مش ريبيكا كيفية وزنها وطولها وشو بتلبس وهيك. أكيد أول ما تعرف علي شكل الخارجي كان من القصص اللي بتلفت النظر، لأنه ما حدا رح يطلع ببنت ويقول واو عقليتها حلوين من أول مرة هي واقعة من حده، رح يقول واو شكلها كتير حلو، واو جسمها بعقد، واو ليك هيدا الشيء. كل شخص بيطلع بي اللي مقابله بطريقة بالقصص اللي بتلفته. سو في إيكوت رح جرب اتذكره مظبوط، بس it always surprised me what people choose to see in me. سو العالم شو بتنقي هي انها تشوف فيه، هيدا كتير بدل على هن شو بيشوفوا بالشخص مش انا شو. سو نظرة العالم لإلي ما بتغير انا الفاكت تبعي، وهيدا اللي بدي اياكم تعملوه. انا في كتاب قريته وهيدا الكتاب هو كان مثل كيف وسخت حالي بالماسكار، حدا بفسر لي؟ بدون طريقة تنشيف. anyway في كتاب انا قريته years ago، وهذا الكتاب هو مسيحي، بس انه I'm sure a lot of you can read it. بس الكتاب الجوهر تبع هذا الكتاب هو حوالي يسوع المسيح. سو حاطين لكم شخصيه يسوع المسيح ومقسمين لكم اياها لفور بارتس، ما راح افسر لكم الكتاب، بس اسمه ضع الله يكمل شخصيتك. هو الكفر تبعه فخاره وحدا عم بي تمولد الفخاره كيف بيقولوها بالعربي. anyway هذا الكتاب انا اول مره قريته. هذا الكتاب هو بارتس كتير صغار، يعني مقسمين لكم اياهم لشابترز، وكل شابتر في اسئله يو هاف تو انسر ذم يور سيلف، وبيحطوكم بيرجعوكم لقصص هي ازيدكم بحياتكم، بيخلوكم انتم تجاوبوا هلا افتر everything ذات يو بين ثرو كيف كنتوا بتحلوا هذا الموضوع. سو بيخليكم انتم تعالجوا حالكم لحالكم، مش انه المجتمع يعالجكم. اوكي سو او هذا الكتاب انا بقول انه في لي 20 مره بالسنة، لأنه هذا الكتاب كل مرة أنا قريته كل مرة كان أجوبتي على القصص اللي زعجتني، غير لأنه كل مرة نحن عم نكبر وعم نقطع بقصص غير وعم تزعجنا هدول القصص. So هذا الكتاب عن جد إذا أنا بدي أقول لحدا أنه بعرفه مسيحي وبده كتاب يساعده، بقول له عن جد جيب ضع الله وكمل شخصيتك. بسنة على الميلاد I had يمكن شي 10 كتب هديته لرفقاتي، وبعرف وحده معي بالشغل قريته من وراي، جابت شي 20 كتاب وهديتهم لكل عائلتها على الميلاد وقالت لي صرت قريته 3 مرات لهذا الكتاب. So sometimes we have a lot of injuries جواتنا، a lot of cracks، بس اللي مقابلنا وقتا يعمل شي معين يمكن يذكرنا بجرح نحن قاطعين فيه قبل، بس يمكن هيدا الشخص اللي مقابلنا ما قصده يذكرنا بهيدا الجرح، بس لأنه نحن قاطعين بهيدا الجرح صاير معنا هيدا الشغلة الصغيرة، يمكن نحن نفكر كأنه رح نوصل لنفس الجرح، فنحن the way that we react من ورا راسنا، لأنه هو كيف بحل الأمور. نحن منصد العالم يلي هن مقابلنا، بس العالم اللي مقابلنا ما بيكون قصدهم إنه يصدونا أو يمكن يأذونا، بس لأنه نحن عن جد برجع بقلكن نحن البرين تبعنا عنده قوة بشكل مش طبيعي، إنه هو يخلينا نفوت بكتير حالات نحن فينا نطلع منها. So إيكي بالنسبة لي إنه أنا تحت أظهر من anxiety attack بأسرع وقت ممكن. Again I'm not pro، I did read a lot، بس أنا مني اختصاصية. So إذا بتكون حدا يساعدكم you have to go to a specialist، بس أنا عم بحكي my point of view كيف أنا ألقيت حالي إنه أظهر من هيدا الشيء. So صار معي شيء، أنا عصبت، أول شيء بعمله أنا I open my phone على يوتيوب فيديو على documentary، حتى لو كنت على استراتيجي، لأنه I need an escape من اللي أنا فيه، لأنه if I don't do it أول ما عم بيصير معي هيدا الشيء I'm into a hole، يعني بنزل بي حفرة ما في أطلع منها، لأنه my brain رح يضل يذكرني ويذكرني 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 لأوصل مطرح أنا ما بقى أقدر أخذ نفس. Okay, so I know a lot of you go through that. Okay, وعم بحكي لكم هذا الشيء لأنه I know a lot of people go through that. So وقت أحكي أنا مع أشخاص بعرف إنه عندهم anxiety بحكيهم I give them an example عن أنا شو بعمل، مش لأنه أنا بدي أكون the center of attention، بس لأنه بدي أوصلهم مساج how I do it، لأنه وقت شخص يسمع غيره يلي بيعرفه هو عنده نفس الشيء مثله ويشوف إنه هذا الشخص اللي غيره عم يلاقي a way out it does help شخص اللي هو عم بيعاني كتير إنه
to know انه there's a way out. اوكي سو عم باخذ هيدي الباليت اللي حكوا عم بستعملها اليوم لاول مره يلي هي the new brow kit من Juicy Beauty رقمها 9100. بيجي فيها فيري ميني تويزر كيوت. اوكي ما بعرف كيف بدي اخليه يكون مبين واقع بس anyway. اوكي هيدا هو. It's very cute, it's very mini. اوكي بيجي فيها two brushes وفيها اربع شيدز لل eyebrows. So خليني اشيل البراشز. بعد تركتهم مثل ما اجوا بالبلاستيك لانه I like to do that لانه بحس انه انا بعدني محافظة على الباليت. سو رح اخذ اول شيء الانجل براش اللي بتجي هيك. اوكي هي فيها تو براشز. سو اخذت اول شيء الانجل براش. رح كون عم باخذ I think انا هلا بعدين بشيلهم. I think هيدا الشيد وهيدا الشيد هن اللي اكثر شيء رح بيناسبوا لي حواجبي او يمكن هيدا الشيد. This one and this one. هدول هن اللي رح استعملهم. سو بلش اول شيء بالشيد الغامق. اوكي. ورح بلش انه اعبي. اوكي سو ات از اكزاكتلي مثل اللون حواجبي على فكره نفس الشيء تبع الشعر ذا اكزاكت سيم وان ات از فيري بيجمنتد فيري بيجمنتد يعني انا عنجد عم دقه عم تعلم. اوكي ام لايكينج ات سو فار اتس ريلي نايس. اوكي سو بدي مصيت انا هذا الحاجب ما عندي فيه مشكله. الحاجب الثاني انا اللي عندي فيه فظايع لانه كله فاضي. اوكي سو رح اخده واعمل تاني حاجب بنفس الشيد سل وناطره الماسكارا تحت تنشي تحت بشيلها. سو اجين لنرجع لموضوعنا لانه انا ام all over the place وبعرف انه في كثير عم بيقولوا لنا we don't care about the product that you're using وانا hear you ما بقدر اتشي الحديث بس I need to do that تارجع فوكس حالي. هيدا راسي انا هيك بشتغل وكل واحد منا is blessed بعقل هو عاجبه. Okay, so I'm taking the lighter shade هلا وبدي احطه على اول حواجبي to give them the natural effect. Okay, anyway, تنرجع لموضوعنا. Okay, again, our mind is a very, very, very powerful weapon. وهذا اللي قلته بأول فيديو، هذا اللي I stand by always. Again, وقت تحسوا إنه أنتوا you're going through an attack. You know what you can do تحت تطلعوا حالكم من هيدا الاتاك. I'm not gonna tell you what. Okay? بس أنا I immediately بسرعة البرق if I can do it I will grab يلي هو بيلهيني عن همي I will grab that ما تتخيلوا قديش بسرعة. رح ارجع اخذ هيدا الشيد اللي هون هيدا. Okay لأن هيدا is very light وما رح ما عندي كتير فراغات I need something in between. So I think this one will work. Yes, it's working. Anyway, grab your phone. أنا مثلا بالنسبة لي I will look at my phone. I will go through screenshots of the most beautiful messages وصلين لي. يعني إذا أنا صار معي حادثة خلتني أحس إنه أنا ما إلي قيمة. And trust me, ثلاث أرباع الوقت بحس كأنه أنا ما إلي قيمة. بس بروح على المساجات اللي هني أكتر عالم كانوا سويت معي وعطيوني أحلى مساجات حتحس حالي أنه أنا I'm worth it بقريهم. I will get satisfied لأنه ما في خبركم قديش الأشخاص يلي ما عندهم ثقة بحالهم مستعدين يعملوا أخبار حتى يخلوكم تكونوا أنتو feeling like you are not worthy. أوكي هيدا لأنه الشخص يلي ما عنده ثقة بحاله إذا شايف شخص تاني ahead of him أو أحسن منه again لانه ما عنده ثقه بحاله he will do anything to make you feel that you are less of a person. So الشخص اللي عنده ثقه بحاله ما رح يطلع لقد شو عم تعملوا. الشخص اللي ما عنده ثقه بحاله رح يكون عم يطلع كل الوقت عليكم شو عم تعملوا and he will try to break you. So انا هلا نصحانه ما في خبركم قد ايه في عالم بيقولوا لي انا عامله سليف للي ما بيعرف عامله سليف بال2000 10 2011 2012 ما بعرف بس عندي سليف من زمان كثير بعد في الهايلايتر هلا احط الهايلايتر بس بدي يكون بوبينج سو حاخذ سيتنج سبراي اللي هي فلاور بيوتي بس حطيتها بقلب هيدي. اوكي صارت على اخر سو الابديت تبع بروجكت بان از كامينج فيري فيري سون هوف يكون خلصتها وقتها لانه اي ويل بي فيري هابي اذا خلصتها. anyway ما في خبركم انت في عالم انا هلا في حدا بيحكوني بيقولوا لي شو شكلك رح تنجح مثل ما كنت قبل العملية؟ شو المفروض جاوبهم لو هالعالم؟
لو شخص واثق بحاله بتحس انه هو كان بحاجه انه يقول لي انه انت رح ترجع قد ما كنت قبل العمليه، كان ما رح يحكي شيء، او كان رح يقول لي انه صاير معك شيء اسالني، لانه انا مشاكل صحيه رجعت. So part of me that makes me do a lot of colorful makeup بآخر فترة هو لأنه I hate my body right now. My body يلي تحملني سنين. My body يلي هو I'm in it and I should not be hating. بس لأنه I'm hating my body عم بتطلع على الميكب and I'm doing the most beautiful makeup بالنسبة لي حتى to hide my body. And I don't want to be doing that. بس لأنه المجتمع اللي حوالي non-stop يلي ما عنده ثقة بحاله يلي بتطلع انا بشوف انه Rebecca is getting better at this. The only thing اللي فين قولوا لي هو عن جسمه او اي متى بدك تتجوزي. So غير هيك ما حدا في يحكيني بشي، ما حدا في يقول لي عن شي، بس they will find a way حتى يحسوني كأنه انا ادنى شأن لانه انا مصحانة. And I don't want to be like that. So and I take my makeup a lot of time as a way for me to stay away من هيدا situation. اللي again I shouldn't feel guilty لأنه أنا قنت. أنا من الأشخاص اللي وقت عصب باكل، ما بقدر ما أكل لأنه بيتغير كل شيء بجسمي، بيتغير كل شيء أنا، يعني بصير أرجف إذا ما أكلت فبروح باكل. وحتى بالأيام بقول ما بدي أكل، ما في ما أكل. I always eat. Okay, so eating for me is my comfort, so I do it. And I do it a lot. I'm not ashamed of myself, and I'm not gonna be ashamed of myself. الظروف يلي نحن قاطعين فيها ما نظروف هينة، بس هيدا على فكرة من روبي روز اسمه سويت لبس، لاحظ انه ما رح يبين على الكاميرا، اسمه كاتن كاندي شيد. نحن هلا بمرحلة الأوضاع كلها صعبة، معيشية صحية، يعني تخيلوا أنا بيي مريض ياخد أدوية نون ستوب والأدوية طبعا ما عم لاقيهم. شو بتفكروا انه الانسان يكون حاسس بهذا الوقت عن جد؟ انه شو مفروض الانسان يكون حاسس؟ عم يشكر الدولة تبعه؟ اكيد they were going through a lot of shit and I cannot control هيدول المشاكل اللي هن صايرين هلا. So I'm eating a lot and I'm not working out. هيدا شيء كتير غلط. And I take my makeup as a mask حتى انا خلي العالم يشوف الميكب تبعي كتير حلو، كتير عم بتحسن بالميكب تبعي، كتير عم بتفنن بالميكب تبعي. So they won't see انه انا من هوني ونزول صايرة كتير مصحانة. And I shouldn't be like that. بس لانه انا تربيت بهيدا المجتمع يلي again ضلني اسمع انه احتاج بعد ما صرت اب قد ما كنت قبل. It sucks. بياخد هلا هيدا الليكويد لبستيك من روبي روز اللي رقمه 189. Okay, again such a pretty shade. Pretty shade. Such a pretty shade. دقيت صمت. بس I cannot talk while doing this. ما بدي يصير كلون بربارة بعد ما قربت. اوكي. Okay. ما رح احط جلاس. I know a lot of you are waiting for me to احط جلاس لأن أنا معودة ومعرفة بالجلاسز تبعي، بس I'm not gonna put a glass. رح كون عم باخد the yellow shade من NYX الأوستروبيك برو لاينرز وبدي احطه على أول عيني بهذه الطريقة. Okay. دي شي طويلة أول عيني. I need something هيك شيء أقوى. هلا رح ارجع زيد هايلايتر on top of it، بس بدي شي كان I want to add something. Okay, so هيدا هو اللي أنا براسي وجايبته معي لأنه I wanted to add it بس ما حبيت أنه أعمل gradient بقلب خط الدمع like I always do. So let's do this step. Okay, في شغلة كاين كتير عم بنبسط وقت أعرف أنه لولا مني في كتير منكم ما كان جربوا الألوان and that makes my heart smile من جوا. Okay, so I know and no neutrals هن safe للكل، safer for everybody to do.
وthat's why a lot of people do neutrals وهذا الشيء مش غلط ابدا 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 اوكي بس try colors. في كتير عالم قالوا لي ما كنت مفكره حالي لحب الكولرز ابدا بحياتي until I did try colors. So كتير مبسوطه من حالي انه at least you're trying colors. عم تدسوا النبض على الكولرز كيف يطلع عليكم وعم تحبوا هذا الشيء. You're moving to another place with makeup and it makes me so happy. At least I'm encouraging you to do something different. Okay? Please, إذا عملتوا شيء colorful inspired by me, مش أنتوا عم تبعتوا لي الصورة تقولوا لي سوري عم بزعجيك. I wanna see all the pictures. Please. I think my makeup is done. Okay. Yeah. My makeup is done. بعد معي كتير وقت. I couldn't take a picture for this makeup. So as first impression, I'm some of the products I did enjoy them. The products تبع الحواجب I did enjoy them كمان. Okay. أنا love my makeup. هلا بتزبط شوية الحمرة. بس ما بدي خليكم ساعة حد أنا عم زبط الحمرة. I need to fix that and I will be done. مختصر مفيد. Okay. يعني كل شي حكيته مع إنه صار الفيديو 50 دقيقة. أنا still talking. مختصر مفيد. كل حدا منكم شاب او بنت انتم مميزين بطريقتكم الخاصه. ما تخلوا المجتمع يخلي عليكم ضغوطات. ما تحطوا ضغوطات على حالكم. ما حدا رح يعرف انكم فشلتوا الا انتم. يعني انا وقت احط لحالي هاي ستاندردز وانا ما عم بقدر اوصل لهم انا رح احس حالي فشلت. مع ان العالم رح يشوفوني عادي بس انا رح اشوف حالي ما وصلت لهذا الشيء. So take your life as easy as you can. الله عطانا الحياة تنبسط فيها. في آية من إنجيل أنا كتير بحب بتقول ما جئت لتكون لكم الحياة بل جئت لتكون لكم ملء الحياة. يعني كل الحياة. يعني تنبسطوا بكل شيء. الله عطاني كل شيء على هالأرض وحطه تحت أمرتي أنا أنبسط فيه. أكيد بلا ما أأذي. أكيد بلا ما أأذي غيري. So أنا الله عطاني هيدا الحياة for me to enjoy. عقلنا again برجع بعيد هو أكبر weapon. نحنا فينا نفوت بهيد الحفرة ونحنا فينا نلاقي لقلنا منفذ. نحنا فينا نعود حالنا. فينا نقرأ كتير. فينا نحضر كتير دوكيومنتريز. في a lot of professionals بيعقدوا على يوتيوب. search انتو شو بتحسوا. listen to professionals شو عم بقولوا لكم. if you cannot afford حتى تروح عند professional do it. enjoy it. enjoy life. عرفوا كيف تبلشوا طلعوا حالكم من هيدا الستريس يلي نحنا عودنا سنين وعودنا عقلنا سنين انه نحط فيه لانه نحنا هيك راسنا بيشتغل. لانه وقتها يكون عندكم anxiety you cannot control it. definitely you cannot control it. واللي بقلكم you can control it صراحة انا I don't believe in it. بس you can control how you're gonna react to that. كل انسان بيعقد. الحب ما بيختفي بثانية اذا عملته غلطة. You're not a bad person إذا عملتوا غلطة. We all make mistakes, especially behind the scenes when nobody sees us. So, if you're doing a mistake, مش معناتها أنت إنسان عاطل. أنت إنسان منيح عملت غلطة. And you need to fix it. وهيدا هو البديه كنت وصلوا له. Take your time. خدوا 5 دقايق, 10 دقايق, ربع ساعة من حياتكم. أنا باخد هيدا الوقت على حساب نومي. أنا بقول وقت يكون جسمي تعبان, I will sleep. بس ببقية الأيام يلا أنا فيه أوعى وأحرم حالي من ساعتين زيادة نوم I will do it لأنه أنا بحاجة لهول الساعتين بنهاري for me to feel better تما أوقع بهيد الجورة. And I want you to reach that place. بتمنى هذا الفيديو ما تكونوا زهقتوا فيه. Again it's all over the place. هذا الفيديو ما في أبدا editing غير أنه حطيت الانترو بأول فيديو من بعد أول شي حكيته. غير أنه وقت على النص ساعة قطش الفيديو طلعت أنه هذا الكليب زيدوا عليه. إذا حبيتوا هذا الفيديو حبيتوا هذا تشات get ready with me you wanna see it more in the future please ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو تتركوا لي تعليقاتكم بخانة التعليقات تحت شو رأيكم بكل شيء أنا حكيته بكل صراحة. أوكي إذا عندكم حيالة مشكلة أنا من الأشخاص اللي عن جد رح بتلاقوني دايما على الدي أمس وعن جد عم بحكيكم. أنا يا ما برد لأنه ما معي وقت يا برد وبخصص من وقت ترد على هول الأشخاص لأنه أنا كتير أيام بحياتي كنت الشخص اللي بحاجة أحكي حدا ما كنت عم لاقي حدا او بالاحرى ما كنت عم بعرف to reach للشخص الصح. اوكي so please اوكي اذا ما بترتاحوا تحكوا مع شخص بتعرفوا يمكن ترتاحوا تحكوا مع شخص ما بتعرفوا.
لانه ما رح يكون في جادجمنت، وصدقوني ما رح يكون في جادجمنت. كمان اذا حبيتوا هذا الفيديو بليز ما تنسوا تبعتوه لرفقاتكم، تبعتوا لهم اللينك وتشاركوه معهم. دائما بحب اخبركم وقت تاخذوا ثواني تعملوا لايك كومنت وشير، صدقوني انتم كثير بتكونوا عم تساعدوا ماي فيديوز اند ماي شانل، والفيديوز تبعي بصيروا يبينوا بالريكومندد فيديوز عند غيركم، وهذا الشيء كثير بيساعد ماي شانل تو جرو. سو اذا حابين انه اكبر بليز ما تنسوا تعملوا هالستبس، وثانك يو لكل شخص عم يعمل على طول هدول الستبس. واذا حابين تشوفوني اكثر يعني تحضروا الفيديوز تبعي بالمستقبل، ما تنسوا اكيد انكم تعملوا سبسكرايب على الشانل تبعي وتدوروا جرس هون تك دايما يوصلكم معلومات من يوتيوب كل مره انا بطلع فيديو جديد. ان الله رات كل نهار خميس مثل اليوم عندي اي نيو يوتيوب فيديو، وسام تايمز نهار السبت بطلع لكم ان اكسترا فيديو بير ويك. واخر فتره يعني اخر اي دونت نو هاو ماتش، بس اخر فتره كان كل نهار سبت في عندي اي نيو يوتيوب فيديو، وعم جرب كل سبت يكون عندي ان اكسترا فيديو بير ويك. كمان اذا حابين تشوفوني اكثر يعني كل يوم فيكم تروحوا تعملوا فولو على انستغرام، ما رح اقول على تويتر لانه تويتر عندي منظر وتعودت اقوله بالجمله، بس انستغرام ام فيري اكتف على الستوريز، فرجيكم كثير قصص بيهايند ذا سينز، بخليكم انتم تقرروا مثل ما صار بهذا الفيديو ان كان البالت بتستعمله او كان الموضوع يلي بدي اقعد اصوره. وبلس عن جد اذا كان عندكم حلا سؤال بتلاقوني دائما على الدي امس رح تجاوبكم قد ما في جرب ساعدكم. واذا كان عندكم حيالها مشكله يو نيد سمبادي تو توك تو بلا ما يعطيكم judgment especially if you're going through an attack، أنا رح بتلاقوني دايما موجودة على الدي أمز and I mean it، واللي يحكيني بيعرف إنه I do mean it. ما شلت الماسكارا، أم بلا شلت الماسكارا افتكرت حالي هلا ما شلت الماسكارا. That's how you know that I'm all over the place بهدول الفيديوز. كل المعلومات الخاصة فيه رح بتلاقوها بخانة المعلومات تحت، بالإضافة لكل البرودكتس اللي أنا استعملتهم بهذا الفيديو بالتسلسل اللي استعملتهم فيه بالفيديو. وبلس إذا كان في ديسكاونت كود حط كل برودكت رح بتلاقوه تتوفروا على حالكم شوية مصاري، فما تنسوا تشيكوا خانة المعلومات تحت. كمان رح بتلاقوا كتير فيديوز أنا عملتهم بيساعدوكم تكونوا أحسن بالميك اب تبعكم وأحسن regarding your makeup، فما تنسوا تشيكوا خانة المعلومات تحت لكتير تفاصيل. Thank you إذا وصلتوا لآخر part من الفيديو، اكتبوا لي كلمة orange بجملة مفيدة تعرف إنكم وصلتوا لآخر part من الفيديو. أشكركم من قلبي إنكم ما أفيتوا ولا لحظة من هيدا الفيديو لأنكم بتعقدوا. Thank you لأنكم عم تخصصوا من وقتكم تتحضروا ماي فيديو يلي هو سوبر طويل بالوقت اللي كان فيكم تعملوا كتير قصص صغير. I love you all، وإن الله راد أنا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.